في ثاني أيام رمضان المبارك حقق مجلس الأمة مزيدا من الإنجازات التشريعية، ابتدأها بقانون تنظيم مهنة الصيدلة بالمداولة الثانية. الصيدلي الكويتي فيه خلال السنوات الماضية كان مظلوم حقيقة، يعني ولا يوجد قانون يوصفه، فجاء القانون هذا اللي يعني أنصف الصيدلي الكويتي، خاصة أن الشركات يعني كانت مهيمنة على يعني أغلب يعني مهنة الصيدلة من خلال يعني سيطرتها على سواء وكالات الأدوية والأمور هذه، فكان يعني ما الصيدلي الكويتي ما كان يقدر ينافس هذه الشركات خلال الفترة اللي طافت. يعطي الحق للدكتور الكويتي بأن يفتح صيدلية ومنع الاحتكار ومدة العمل في الصيدلية بعد 5 سنوات من تداول المهنة. أكو شركات تملك آلاف الوكالات من الأدوية، يقول بعد 5 سنين تتسكر، ما يصير، هذا ظلم في حق الناس. أنا مع القانون تشغيل الكويتي، كل صيدلية ياخذ صيدلية، ما نختلف عليه، إنما هذه تالي راحوا غيروها، قالوا نشيل المادة هذه على أن يشغل كويتي، وإذا ما الكويتي يسكر شركته يعني. كما أقر المجلس التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي، ووافق على تعديل قانون الجزاء بالسماح للمواطن بالتظلم على منع السفر خلال 3 أشهر من صدوره. قانون المرافعات، تعديل على قانون المرافعات والاحتكام بالنسبة لموضوع التظلم لمنع السفر، يحق لمن يتم منعه من السفر إلى التظلم إلى الجهات القضائية في حالة رفض تظلم رفع منع السفر عنه. الموضوع الآخر هو تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي واشتراطات الصحية واشتراطات الظروف المناخية لعدم العمل أثناء الظروف الصعبة أو الظروف الحرارية المرتفعة. في جلسة الغد التكميلية سيكون على رأس جدول الأعمال قانون المناقصات العامة، إضافة إلى قانوني قوة الشرطة وتنظيم السجون، وسيقيب عن المشهد قانون البلدية، وذلك لمزيد من الدراسة. الخلاف حول توزيع الدوائر أرجى إقرار قانون البلدية اليوم ليناقش في جلسة الاثنين المقبل، وسط تصميم نيابي للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. لتلفزيون المجلس طارق السهو.